فتحت لجنة الانتخابات المركزية في غزة أبواب التسجيل الميداني للمواطنين تزامناً مع وصول وفدها الفني إلى القطاع بعد توافق الفصائل الفلسطينية على القضايا الإجرائية للانتخابات العامة في ختام جولة الحوار الوطني الذي عقد في القاهرة. 21 مركز في قطاع غزة منتشرين في المحافظات الخمسة، وهناك 200 شخص يشكلوا 100 فريق متنقل بيجوبوا كل التجمعات السكنية والأماكن الرئيسية في المدن والمخيمات وأماكن تجمع المواطنين. مراكز التسجيل الميداني التي أقامتها لجنة الانتخابات المركزية داخل عدد من مدارس القطاع إلى جانب الفرق الميدانية الجوالة المنتشرة في كافة المحافظات ستباشر بتوعية الناخبين ممن لم يتسنى لهم التسجيل إلكترونياً بأهمية الإسراع في تحديث وتسجيل بياناتهم قبل انتهاء الموعد المحدد في 16 من الشهر الجاري. نتمنى أن يشارك الجميع في هذه الانتخابات وأن تكون أيضا نسبة المشاركة نسبة عالية من أجل أن تكون أن تضفي مصداقية أكبر على نتائج الانتخابات القادمة إن شاء الله. هذه الانتخابات ينتظرها الجميع، نتمنى أن تكون الخطوة الأولى في اتجاه الوصول إلى مصالحة شاملة وكاملة. ويعكس إقبال ونسبته 90% من الناخبين في غزة لتسجيل بياناتهم استعداداً لخوض الانتخابات الفلسطينية العامة اهتماماً لدى المواطنين في إنجاح هذه المحطة على طريق إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية واختيار من يمثلهم في مواقع صنع القرار. أكيد أنه الواحد سعيد بهذه المناسبة بأنه تشكل محطة من محطات الشعب الفلسطيني لانتخاب اللي هو ممثلين له في المجلس التشريعي كمقدمة له انتخاب المجلس الوطني إن شاء الله في كل أماكن تواجد شعبنا. محطة تأتي في سياق أولى الخطوات الإجرائية للتحضير للانتخابات الفلسطينية المرتقبة وسط خشية من عراقيل قد تظهر في خطوات لاحقة. ربما تعكس خطوة التسجيل الميداني للناخبين في غزة جدية التوافق الفلسطيني على إجراء الانتخابات العامة، لكنها بكل تأكيد لا تمثل إلا أسهل الخطوات نحو تحديات خطوات أصعب في قادم الأيام. حازم البنا ألغد، غزة فلسطين.